back to my channel. اليوم excitement بس excitement. ياي! اخيرا 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 يا بنات جبت الكاميرا الجديدة سوني ZV-1F. تعرف هذا شو معنا؟ توقعوا الفترة الجاية حتكون عبارة عن vlogs vlogs vlogs. نعرفكم تحبوا الفلوجز وتحبوا الفيديوهات النوع هذا، فقررت انني لازم نحسن شوية من الكواليتي بتاع الفيديوهات ولازم نجيب كاميرا. الحمد لله جتني الكاميرا هذه في عيد ميلادي. تعالوا نديروا انبوكسنج مع بعض واوريكم الكاميرا وشكلها ومحتويات البوكس نفسها. اخر الفيديو بنديروا هيك فلوج نوريكم شكل الكاميرا والتصوير متاعها او الدور، باش اللي تفكر تشتري كاميرا او عندها نية تجيب سوني ZV-1 تشوف الكواليتي متاعتها اوفرول. هنا نصور لكم فيها وانا مازال في الاوتيل وكيف وصلتني الكاميرا. فعلا هدية حلوة هلبة، ونبي نستغل اصلا الفيديو هذا باش نشكر الحلوين اللي فكروا فيا وجابوا لي احلى هدية. وهي طول حبيباتي نبدو نشوفوا الاكسسوريز متاع الكاميرا وشنية محتويات البوكس. الفرق بين الكاميرا متاع الموبايل والكاميرا متاع سوني، شو رايكم؟ نجربوا شوية. تعالوا نمشوا شوية بيها باش تشوفوا اختلاف الاضاءة. باهي ناخدوا الزوز مع بعض، الكاميرا والموبايل نتحركوا بيهم ان شاء الله. بس ما يكونش في فضيحة. في فضيحة هنا، خلونا نمشوا هيك نمشوا هيك. طبعا هي تاخد وقت الكاميرا لين تساوي الاعدادات متاع الاضاءة، يعني مش طول. كان يعني شفتوا في الايفون طول يساوي الاعدادات بروحة، لكن الكاميرا شوية تحتاج وقت. يعني انا توا لما نقعمز رديت لمكاني ونقعمز، شوفوا حتحسوا ان الكواليتي احسن في الكاميرا، وتحسوا ان الموبايل شوية لوني اصفر، لكن الكاميرا هذا لوني يا بنات انا شوية بيضة. تحسي الالوان اللي موجودة على الطبيعة، يعني انا اللون اللي فوق مش اللي لوطه. تحسي الموبايل مدايرني شوية صفرة، لكن هذا مش لوني بصراحة. انا مش صفرة يا بنات، انا لوني ابيض. فشفتوا الفرق؟ ناخده مثلا بعلية هذا. فرق الالوان. تعالوا نمشي اوت دور ونشوف الالوان كيف شكلها اوت دور على الطبيعه. نطلع اشنان نشوفوا الكواليتي كيف. زومت بزياده فهذه من بعيد. خير يا طير؟ خير؟ شو انتبهي؟ شوفي با ان شاء الله خير. Thank you.
بتاعت الكاميرا هادية بنات ان حجمها فعلا صغير، فممكن تاخديها معاك في اي مكان كانت تطلعي بديري فلوجز او دور، او حتى عندك مناسبة او حفلة وهيك تبي تصوري الحوش اندور يمشي الزوز. بصراحة حجمها صغير تخش في الشنطة كأنك شادة الموبايل، حجمها اصلا اصغر من الموبايل وخفيفة مش ثقيلة. تاني حاجة فيها نحس فيها ميزة، الصوت متاعها واضح وتجي هي معاها اوريدي المايك متاعها، مش محتاجة ان انت تحطي لها اكسسوري او مايك تجيبيه معاها. تاني ميزة اعدادات الكاميرا في التصوير اوريدي حلوة، فمش محتاجة ان انت تغيري في الاعدادات، يعني ديما نصور على اوتو انتليجنت ممكن ان نواسي شوية في الاضاءات ان هي ماشية شوية على الوايت بالانس، تحسي ابيض هلبة وخش على ازرق. انا نحب اللون يكون برايت ويكون عليه اصفر، فانا غيرت الاعدادات متاعها. طبعا شرح طويل، لكن كانت تبوا شرح تفصيلي نحكي لكم عن الاعدادات متاعي عادي مفيش مشكلة، نديروا سلسلة تانية او نديروا فيديو تاني نتكلموا فيها على الاعدادات. وفيها ميزة انكم كانت تديروا برودكت ريفيو زيني توا، هي تدير فوكس على البرودكت وبعدين تولي تدير فوكس عليكم. كنت نلعب يا بنات هنا عادي. صراحة اعداداتها بسيطة، يوزر فريندلي، سهلة تفهميها حتى من مش محتاج حد يقول لك كيف تتعاملي معها. حجمها صغير وخفيفة تاخديها معاك في اي مكان، لكن ننصحك تجيبي معاها هذا اللي هو الحامل متاع الكاميرا نفسها. التصوير وتحسي ان الكاميرا وانت شدتها مش مهزوزة، يعني تحسي ان فيها ثبات. في هنا زي باتم سكي شبحتيهم تقدري تتحكمي فيهم في التصوير وهيك في كل حاجة. هو اصلا يوقف ستاند بالشكل هذا. بصراحة ننصحك كان خلاص قررتي تشري سوني زد في 1 اف، اشري معاها هذا حيسهل عليك هلبة ويفيدك. هيك حبيباتي كونوا كملنا الفيديو بتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. كان عجبكم تنسوش اشتراك في القناة، ان شاء الله تلاقوا الاسبوع الجاي في فيديو جديد. نحبكم هلبة حبيباتي، باي باي.